متابعينا، اليوم جولتنا راح تكون أنا وعد في مارشال. مارشال هذا المكان وايد معروف هنا في أمريكا، ويكون فيه يجمع براندات معينة وتحصلونها هنا بأسعار أرخص. تعالوا. وأول ما ندخل لازم ناخذ السلة علشان نمليها. طبعا مارشال وايد أحبه، لازم تجوله كل أسبوع لأنه يجيب غراض رائعة وقطع نادرة sometimes. لازم تجون كل أسبوع مرة تاخذون جولة بالغراض اللي عنده. كلش أحب الفساتين اللي يجيبها وغراض البيت. هنا مثل ما تشوفون الأحذية عسكم الله يحطوا لكم القياسات، يعني مثلا هذا السكشن كله قياس 7.5، هذا السكشن كله قياس 8، شوي يسهلون عليكم الموضوع. أنا طبعا عشقي بوتينات الرياضة اللون أبيض، ودايما كل ما أجي أشتري لون أبيض لأنه يتوسخون، فأكثر من عدهم، وايد أحبهم ومريحات ويناسبون كل القياسات. طلع ايدي حتى انا، الله يخليك. ماكو بعد احذيه بيضة، كافي البيت انترس. ها هذا الكار اشتريتي ترى. لما تخلي زوجك يختار لك، لا تخلين زوجك يختار لك حتى عقده. لا وعد صراحه من ناحيه الخيارات إلي، لا يعني ذوقه رائع يختلف عن الرجال. أنا أقول يعني أعترف الرجال كلهم ما يعرفون، بس لا زوجي لا يعني موصلي ما يعرفون، بس أنا موصلي لا الكمية الكبيرة ما يعرفون، يعني الرجال يعني ما عندهم هذا المنتلي للشوبينج والهاي، بس وعد عنده. حبيته والله، خلينا نجربه. شنو مكتوب على القياس؟ قياس اعتقد 7. انا اقول لكم زوزو ما تلبس جواري. ما البس جواري، منو مثلي صفي يمي، كلش ما احب البس جواريب. و كلش حلو بالعافيه والله. حاسته انه الشيب مالته غريب من قدام اللون. اكو هنا مرايه، وين المرايه؟ هاي المرايه. يس خليني اشوف المرايه. شلون يا حلو صح؟ ما أعرف، بس لأن هذا اللون فيه من الطرف، خلوني أمشي فيه شوية وتعالوا خلنا نمشي المشية اللي يعني نختارها 1 2 3 عشان يعني نشوفها ضد هذا، ضد الزلازل. حسيته كبير شوي، يمكن يراد أني لازم تشتريه. لا وانا لابس ابيض، المصيبه اشوفه مالتي واشتري واحد ثاني. مو ابيض انت يا حلو القياس تمام، بس لازم اصغر شوي من قدام. $24. شوفوا مثلا هذا ماركت بوما موجود ب $40، اذا تروحون بالمولات ممكن يكون تشوفون سعره اغلى، فيكون ليميتد اديشن، يعني جايبين من كل شيء شغله واحده. شغله شغلتين. ايه. يا. هنا قياسات 9.5 او 9. مالي المفضل رهيب مريح. اوكي اول ما نزل اخذت من عنده، شوف ايش قد سعره $16. يلا نشوف ايش قد تخلين تحت. ايش قد تخلين تحت؟ 19 كان قبل. يعني $20 هسه $16. ماركة كروكس هذه الصنادل اوكي $30 هنا، وهنا هذه $25 على حسب القياسات. اليوم جايبين بكثرة هاي قياسات. نجيب واحد حق أرسلان، شو رأيك؟ عنده لا يريد واحد، بس ما في قياس كلهم كبار هالمرة جايبين. شوف هذا للرجال $59. حلو والله. ماري
هاي زوز. والله هذا ستايل جديد حق الرجال. كيفك؟ Let's go مكان ثاني. تعال تعالوا معي. طبعا هنا ملابس من كثرتها تجيب لي صداع الصراحة، من يكون جايبين كمية كبيرة بهذا الشكل أتعاجز إني أدور، لما تكون كمية أقل أشتري أكثر، ما أعرف ليش. هنا مثل ما تشوفون الجنط، وأكثر شي يجيبون جنط مايكل كورس هنا بأسعار حلوة. وهنا عندهم سكشن الميك اب، ودايما اللي تشوفونه اخذوه لانه ما راح يبقى، يجي اشياء ثانيه مختلفه. الجدوره طبعا اشكال متنوعه عندهم. هذا نوعيه الجدر، قرب يا مصور، هاي نوعيه الجدر اللي احنا اشتريتها وكلش حبيتها كلش حلوه. لا هذا شبيه إلها، شبيه إلها، هذا هو. إي جايبين مختلف شوية من داخل هالمرة. إي بس هو هذا، شوفوا هاي كلش حلوة هذه النوعية، وعندهم أشكال كثيرة ولونين، أكو الأسود وأكو الجراي. خلنا أوريكم. سو هذا الجراي نفس اللي داخل اللي إحنا اشتريناه هذيك المرة، هذا مختلف الحين جايبينه مغيرين. اللي مشترية اللون فاتح تخبرني، قلت خليني أجرب. اشتريت تاوا لونها الفاتح، حسيتها أبدا مو عملية نهائيا، لأن الأسود تقدرون تنظفونه، أما هنا يلزق فيها وايد ألوان من تجربتي. طبعا شوف شنو لقيت، بس واحدة. هي مرات يجيبون للبيتزا خليها بالفرن، عليها البيتزا وتخليها. يا ليش حلوة؟ ناخذها. يلا. ما محتاجين شيء بعد هنا الفرن؟ أنا محتاجة. شنو محتاجة؟ محتاجة شغلة. مثل شلون نسوي باستا أو شيء، هاي بس أريد أحجام ثانية، عندي حجمين بس في عندي. مو هذا أكيد يعني. هاي جذور وايد حبيتهم كيوت. عادي. تعال. مكمل تصوير؟ اوكي سو هذا السكشن مرات تشوفون شغلات حلوه، في عندهم الجام. هاي رهيب ماخذ من عنده انا. اي كلش رهيب. وعندهم مرات وزبد وخبز حار يما، وسمتايمز يجيبون نحني، فمرات هنا تحصلون شغلات حلوه. هذا انصحكم فيه، هذا رهيب. يا هذا وايد احبه، فرح ناخذ من عنده. مشوي زيتون مشوي، اي محطوط على الجريل. تمام. عندكم هنا بعد الشاي، وايد احب انا هاي الشاي، السوالف هاي كلش احبها. اي نو اخذتوني من كاسكو. عندهم بالاحجام الكبيره هنا الشيبس. تعالوا الحين اوريكم السكشن اللي انا احبه واموت عليه، واجي دائما المارشل على مود هذا السكشن. تعالوا تعال بجهة ثانية. تعال هذا هو السكشن اللي هو مالت المطبخ، غراض المطبخ والغراض الخشبية. هنا لازم هنا مصورنا لو سمحت. هنا إبداع، يجيبون شغلات حلوة. هنا عندهم شغلات كلش حلوة، وأي قطعة تشوفونها خذوها، نصيحة مني، لأن في قطعة إجت واو وجابوها مرة ثانية. هاي أدور عليهم من هذيك المرة، بس كانت جراي مو أبيض، كان هذه جراي. خلينا نشوف إذا جايبينها جراي مع جولد. ماي دريم لايك أسود. وهذا الحجم الكبير، أنا أدور على الحجم الصغير. الصغير هذا هذا الأصغر. هذا الصغير. Yeah. نفس الشيء. نفس الشيء. وديك جولد ويا بلاك. وين الجولد ويا بلاك؟ ما في. وين الرصاصي مع الجولد؟ إيش؟ كمان الرصاصي مع الجولد. Anyway راح أخذها white with gold.
فاينلي ويهكم حلو علينا اليوم لقيتها. تتوسخ بسرعة لأن الجري أحلى، هذا اللون أحسن بس كون مع ذهبي. خلاص راح أرجعها وننتظر اللي يجيبون الجري مع الذهبي. شوف المكسارة، ما محتاج مكسارة حياتي. شوف هذا اللون هيخبل. صورها صورها. حلوة نايس. رجع حماري. لا شوف شنو حصلت لكم، شو رايكم؟ سو كيوت. اكيد نو لان هذا مو لوني اللي انا اريده بالبيت، بس انه الديزاين كلش حلو اللي يحب البينك. صايرة هاي الفترة أخلي فينيجر مع الماي الصبح، فكنت أدور على شغلة مثل هاي أعبيها فينيجر وأخليها بالمطبخ أحسن ما محطية. يعني شنو الخسارة؟ خليها بالبطل وخلي. إي لا البطل شكله مو حلو. بس شوفي تفضل إيش قد سعرها. بس حلوة. $5. إي راح آخذها. أخذنا هاي خلاص معنا. لا هاي ما أدري بكيفك. في اثنين نوعين، هاي أكبر حجمها. شنو رأيك؟ خليهم يختارون لحظة. شنو رايكم؟ شلون يختارون وما صدق؟ هاي هاي اختاروا هاي. خلاص اوكي. واو هناك السكشن هالحين، سكشن الاثاث عشقي الثاني، راح اوريكم اياه قريبا. اللي قاعده اشوفه شغلات حلوه، بس خلينا نخلص هذا السكشن. تعالوا داخل هنا. تعالوا تعالوا. هذا المكان اللي وايد احبه ودائما اجي هنا على مود اشوفن شنو جايبين. هذاك اليوم شفت هذا وصار في بالي اخذه ولا ما اخذه. شنو رايك؟ نعم. هي هذا نستخدمه بالشهر مره وعدنا كافي الله يخليه. إيه الجراج انترى الصراحه. عندي تشكيله واسعه، كل ما اجي اختار. احب اجمع الخشب. وايد خشب عندي بالجراج، مرات انا احرق نار برا. اي صح. يعني يصير عندي يعني روحن حرامات. شوفوا هذا الشيء، شوف هذا الجمال. مرة جبت وحدة كسرة اللي فوق الأولاد. إعلان كسر للأندومي هاي. جبت لهم مرة واحدة، جبت لهم عندهم اثنين الأندومي، جبت لهم لون بلين أبيض عشان يمشي مع الديكور مالت البيت. هذا كلش حلو. إذا تدورون على هاي الكونتينرات هنا ممكن تحصلونها. عندك اثنين كونتينرات صغار تكسرت. إي بس لازم أجيب لهم من أمازون لأن مو ما يشبهون هنا. اشتريتهم من امازون. شوف الكلاصات قد حلوه كيوت. قلب يلا خلينا نروح مكان ثاني. طبعا هنا هاي السلات رهيبه. قاعد ادور لي على والله بلا هربانتنا. ليتس جو. هذا بعد السكشن وايد احبه انا. في سكشن ما احبه في مارشل، هذا حلو تقدرون تشوفون شغلات للزينه، شغلات بسيطة تحطونها. مثلا هاي صغيرة كلش حلوة، عندي كثير من عندها وأنواع كثيرة بالبيت، حاطتها بالحمام بالمطبخ تعطي ديكور جدا رائع، حتى بالصالة حتى برا القعدات. هنا عندكم زينة أو الشغلات اللي تحطونها بالباك يارد مالتكم وأنواع مختلفة. أنا ما يعجبني أحطن ألوان بس اللي يعجبه. خلاص خلنا نصور هنا. تعال هنا. 1 2 3 وانا اقول يلا 1 2 3. اوكي هذا المكان اللي فعلا اعشقه، يعني هذا نمبر 1 عندي اللي هو الاثاث، قطع الاثاث. تشوفون عنده قطع اثاث رهيبه. هاي الكراسي 3 بيسز على $300، يعني لو عندنا مكان او عندنا شيء كان اخذناهم ثلاثه مع بعض. شنو رايك نشتريهم ونخليهم مقابيد الباب؟ اوكي وين مقابيد الباب؟ اي ما نقعد بس شغلات كلش حلوه يكون عندهم وقطع حلوه. اكسبنسيف كلش غاليات بس هنا 300، يعني هاي اصلهم ممكن يوصل $900,000. يعني هذه القطع اللي هنا تكون كلها قطع نادره.
هم هاي حلوة. تعالوا شوفوا الكراسي جايبين اللي حوالين النار. تعالوا خلنا هذيك الجهة. في new project coming soon ما راح نتكلم لكم عنه بالبيت إن شاء الله، وعد يعطي الصحة والعافية ويسوي لنا إياه. محتاجين مثل هاي الكراسي بس مو هذا اللون. حلوات مريحات. وعد قاعد يذيب أو على الجهة الثانية مو عاجبة كلامي. هنا عدنا قسم الملابس الأطفال، ونقسم لكم إياها من 0 to 3 month لتقريبا 5 سنوات. هنا بهذا المكان على اليمين، وريهم اليمين، هنا الغراض الرجالية والملابس الرجالية بأشكال كثيرة كثيرة، يعني لايك الدخول وانتو تدورون وتحتارون شنو تردون. هنا عندكم فساتين البنات وملابس البنات، واكثر شيء البينك بينك بينك everywhere. وانا هنا هلو. شوفوا هنا صور لهم الكراسي مالت البحر للأطفال أولاد وبنات، هنا كلش حلو. وهنا عندنا ألعاب اللي على البحر، فحلو الحين صار عندنا صيف تأخذونهم هاي الشغلات لأولادكم حتى تروحون على البحر بيش تايم لأنه صيف. وهذا قسم الفساتين، يجيبون شغلات حلوة بين فترة والثانية، ف sometimes أخذ من عندهم كم فستان حلو وايد أحب فساتينهم. هاي ما خلصت. وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله تكون جولة حلوة واستمتعتوا فيها، وإذا حابين جولات ثانية بمكان ثاني كتبونا تحت بالتعليقات، وإحنا نروح نسوي لكم جولة في شوبينج في أمريكا عشان تاخذون نظرة واضحة. وسبيشالي هذا مركزين هاي الفيديوهات حق ناس اللي توها تريد تجي على أمريكا وما تعرف الأماكن بعدها وين التسوق، فنحاول نساعدكم بقدر الإمكان بفيديوهاتنا. وإن شاء الله مرة ثانية نروح على همة تي جي ماكس وروز، هذول المحلات دائما يأخذون من البرانات البران. أوكي يشترون يعني شلون سيزن خلص يجيبوه عندهم، تحصلون ماركات حلوة وأسعار جدا رائعة. اوكي حبايبنا، باي باي.